كان ممكن الدولة تبني مؤسسة أمنية قوية رصينة مع وجود الجيش العراقي الذي حل؟ طبعا بالتأكيد هذول العراقيين ذولا مواطنين. يعني شلون احنا شوف، الجيش هو عبارة عن تنفيذ للسياسات. هسه احنا مختلفين مع الوضع السياسي، لكن الجيش هذا واجب حماية البلد، حماية الوطن، حماية الشعب. فلذلك دائما القوات المسلحة أو القوات الأمنية هي تؤتمر بأمر القيادة السياسية اللي يتحمل المشاكل اللي صارت بالعراق قبل 2003، واللي يتحمل أي أخطاء صارت تحملها القيادة السياسية وليس القيادة العسكرية. العسكري منفذ، يجي أمر ينفذ. موظف أمن؟ مو موظف أمن، الجيش غير عن الأمن. أنا يعني إحنا خلنا نحكي بصورة عامة، قوة دفاعية عن البلد وليس بالشؤون الداخلية، ولكن الأمن والمخابرات وغيرها هي شؤون داخلية للبلد.